أخبار اليوم. انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بإيدك تغير، يلا كمل صورتك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أنت قديت بصوتك النهاردة؟ الحمد لله قديت بصوتي. إيه رأيك في تنظيم الانتخابات؟ بصراحة تنظيم الانتخابات منظم وحاجة كويسة جدا، بس يعني زي ما تقول حضرتك، وفي تعليق صغير أنا شفته متهيألي أول مرة أشوفه، كل واحد رشح نفسه في الانتخابات عامل إعلانات رهيبة فوق الرهيبة. السلبيات اللي حضرتك شايفها في الانتخابات النهاردة؟ السلبيات ساعتك يعني باختصار، يعني أنا شايف فيه تقريبا سلبيتين أو ثلاثة. أهمهم إن يعني أول حاجة المفروض إن اللجنة العليا للانتخابات لما كانت بتقبل طلبات الترشيح المفروض ان هي تدقق قوي في الاشخاص اللي هي هتاخدهم. ما شفتش اي ايجابيات في الانتخابات النهارده؟ لا، مليانه ايجابيات طبعا. اهم الايجابيات التنظيم الممتاز جدا جدا، الناس المحترمه جدا اللي بتقابل طبعا الناس اللي هي جايه تنتخب كده، طبعا في منتهى الراحه ومنتهى الحريه ومنتهى الامان. وبعدين الناخب اللي يجي مش هيشتغل سليم، ربنا يبارك لنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يخليه لنا سليم. ان الراجل بيقول لك اللي ما عاملش ربنا قبل مني وعامل ضميره يتفضل ايه يسيبها لغيره، ويخلي اهل مصر والسيسي اللي شاف خدمتنا كلنا، واحنا خدامين البلد من اولها لاخرها، واحنا جايين نخدم البلد ونخدم الجيش والشعب والسيسي، وربنا يتولى من يصلح.